طيب اخر حاجه بسيطه كده، يا رمضان حبيبي، شراء الفوانيس يا مصطفى. الفوانيس، فانوس رمضان، شراء الفوانيس رمضان. نعم يا، اجيب لك فانوس. كم عمرك؟ لا ده اجيب لك فانوس، ما تزعلش اذا كان يعني عقليتك تهدأ بهذا. هات لك لا لا لا، ليس للاطفال يعني. ايوه قيد السؤال، قيد السؤال، حكم شراء الفوانيس للاطفال. لعب اطفال جائزه. تمام، جزاك الله خيرا.